يوما من مدينتي أروح نفسي من صخب الأسواق وعناء الأشغال وذهبت إلى منارة قطب الدين خارج لبني رأيت هذه المنارة الشامخة فإذا هي آية في الهندسة والبناء مبنية من الحجارة الصلبة الحمراء تنطق بعظمة القدماء وبينما أنا أدور حول هذه المنارة بين قبور وقصور وأفكر في ضعف الإنسان وقوة البنيان إذن صوت يرن في أذني أيها الرجل اسمع والتفت فلم أر أحدا وسرحت طرفي فإذا المكان هادئ ليس هنا داع ولا مجيب وليس هنا إلا الحجارة الصماء البكماء وإذا صوت يتردد أيها الرجل اسمع فأصغيت إلى هذا الصوت وقد دنوت من المنارة فرأيت عجبا رأيت عجبا إذ سمعت المنارة تتكلم فقلت لم أرك اليوم حجارة تنطق ومنارة تتحدث وإذا صوت أجهر وأوضح من قبل اسمع أيها الرجل ولا تخف فقد أنطقني الله قد أنطقني الله الذي أنطق كل شيء وهنالك وقفت أستمع لهذا الصوت فإذا المنارة تقول أنا واقفة هنا منذ أكثر من 7 قرون لم أبرح مكاني ساعة ولم أغمض عيني طرفة أشاهد تقلبات الزمان وتحول الملك والسلطان كأني قطب يدور حولي روح الحوادث وقد رأيت في هذه المدة من العجائب ما أضحكني قليلا ومن المحزنات ما أبكاني طويلا ولولا أن قلبي من حجر لانشق حزنا ولا أنكر أني رأيت في هذه المدة ملوكا عادلين ورجالا من العلماء والصالحين قرت بهم عيني وزادت بهم أحزاني وها أنا أقص عليكم خبري وما جرى في هذه البلاد بين سمعي وبصري إلى هنا أكتفي بهذا وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.